السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بالجميع. نقدم لكم اليوم مادة اللغة العربية، دروس تتعلق بالمستوى الخامس والسادس. نقدم لكم ملخصات شاملة لدروس التراكيب. نبدأ درسنا هذا بأول درس، وهو الفعل اللازم والفعل المتعدي. الفعل التام نوعان: فعل لازم وهو الذي يتم معناه بالفاعل فقط، مثل نجح، استيقظ، ضحك إلى غيره من الأفعال اللازمة التي تحتاج إلى فاعل فقط لكي يكون معنى الجملة تام. نقول نجح التلميذ، استيقظ الولد، ضحك الطفل. إذن هذه أفعال تحتاج للفاعل فقط ليكون معنى الجملة تام، إذن نسميها أفعال لازمة. النوع الثاني وهو الفعل المتعدي. الفعل المتعدي وهو الذي يحتاج إلى مفعول به لكي يتم معناه، مثل أكل، باع، استعمل. إذن الفعل المتعدي ليتم معناه فإنه يحتاج إلى مفعول به، لا يكتفي بالفاعل فقط، وإنما تتكون الجملة من فعل وفاعل ومفعول به، مثل أكل. نقول مثلا أكل الولد التفاحة، فعل فاعل مفعول به. باع الرجل الكبشة، فعل فاعل مفعول به. استعمل الطفل الأدوات، فعل فاعل مفعول به. إذا قلنا استعمل الطفل فإن المعنى غير تام، ماذا استعمل هذا الطفل؟ أكل الولد، ماذا أكل هذا الولد؟ باع الرجل، ماذا باع هذا الرجل؟ إذا يكون المعنى غير تام. ليكون المعنى تام إذن يجب أن نضيف المفعول به، وهذه الأفعال هي ما نسميها بأفعال متعدية. إذن الفعل اللازم هو فعل يحتاج إلى فاعل فقط ليتم معناه، بينما الفعل المتعدي هو فاعل يحتاج إلى مفعول به ليكون معنى الجملة تام. فإذا هناك أفعال تتعدى إلى مفعولين، مثل أعطى، منح، أخبر، وهب. إذن هناك أفعال متعدية لا تكتفي بمفعول به واحد، وإنما تتعداه إلى مفعولين. نموذج في الإعراب: وهب الله الإنسان العقل. وهب فعل ماض مبني على الفتح، الله اسم جلالة فاعل مرفوع وعلامته الضمة الظاهرة، الإنسان مفعول به أول منصوب وعلامته الفتحة الظاهرة، العقل مفعول به ثاني منصوب وعلامته الفتحة الظاهرة. إذن وهب هنا فعل متعدي تعدى إلى مفعول به ثاني. ننتقل إلى الدرس الثاني: الفعل المبني للمعلوم والفعل المبني للمجهول. إذن ما هو الفعل المبني للمعلوم؟ الفعل المبني للمعلوم هو الذي ذكر فاعله، مثل جاء الولد، قرأ الطفل، دخل التلميذ. إذن هذا فعل مبني للمعلوم ذكر فاعله. وما هو الفعل المبني للمجهول؟ الفعل المبني للمجهول هو الذي حذف فاعله وناب عنه نائب الفاعل، مثل فهم الدرس، فهم التلميذ الدرس. هذا مبني للمعلوم. المبني للمجهول نقول فهم الدرس، حذف الفاعل وعوض بنائب الفاعل، المفعول به يصبح نائب الفاعل. يبنى الفاعل الماضي الصحيح للمجهول بضم أوله وكسر ما قبل آخره، مثل
قرأ قرئ سمع سمع دخل دخل خرج خرج. ويبنى الفعل المضارع للمجهول بضم أوله وفتح ما قبل آخره. عند الفعل الماضي كسر ما قبل آخره والفعل المضارع فتح ما قبل آخره، مثل يسمع يسمع يعتمد يعتمد. نموذج في الإعراب: خلق الإنسان من تراب، إذن هذا فعل مضارع، إذن هذا فعل ماض مبني للمجهول، ضم أوله وكسر ما قبل آخره، إذن إعرابه هو فعل مبني للمجهول ماض مبني على الفتح. الإنسان نائب الفاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. من تراب جار ومجرور. النواسخ الفعلية والنواسخ الحرفية. النواسخ الفعلية عديدة، ومنها كان، أصبح، صار، بات، ما زال، ظل، ليس، ما فتئ، ما برح. يدخل الناسخ الفعلي على الجملة الإسمية فيرفع المبتدأ ويعرب اسمه وينصب الخبر ويعرب خبره، مثل صار القسم نظيفا. الجملة الإسمية: القسم نظيف، مبتدأ مرفوع، خبر مرفوع. عندما ندخل عليه الناسخ الفعلي المبتدأ يصبح مرفوع ويسمى اسمه، والخبر يصبح منصوبا ويسمى خبره. إذن نقول صار القسم نظيفا. صار ناسخ فعلي، القسم اسمه مرفوع، نظيفا خبره منصوب. ومن النواسخ الحرفية: إنا، أنا، كأنا، ليت، لعل. النواسخ الحرفية تدخل على الجملة الإسمية فتنصب المبتدأ ويعرب اسمها وترفع الخبر ويعرب خبرها، مثل إن القسم نظيف. الجملة الإسمية هي القسم نظيف، مبتدأ مرفوع، خبر مرفوع. عندما ندخل عليه ناسخ حرفي يصبح المبتدأ منصوب ويعرب اسمه والخبر مرفوع ويعرب خبره. إذن نقول إن ناسخ حرفي، القسم اسمه منصوب، نظيف خبره مرفوع. نماذج في الإعراب: صار القسم نظيفا، الجملة الأولى: صار ناسخ فعلي، القسم اسم الناسخ الفعلي مرفوع وعلامته الضمة الظاهرة في آخره. نظيفا خبر الناسخ منصوب وعلامته الفتحة الظاهرة. الجملة الثانية: إن القسم نظيف. إن ناسخ حرفي، القسم اسم الناسخ منصوب، أو نقول اسم إن منصوب وعلامته الفتحة الظاهرة. نظيف خبر إن أو خبر الناسخ مرفوع وعلامته الضمة الظاهرة. ننتقل إلى درس آخر: المفعول المطلق والمفعول لأجله. ما هو المفعول المطلق؟ المفعول المطلق اسم منصوب. جميع المفاعيل تكون منصوبا، سواء مفعول مطلق، مفعول لأجله، مفعول به، مفعول معه. إذن المفعول المطلق اسم منصوب يأتي إما لتوكيد فعل سبقه، مثل طرقت الباب طرقا، أو لبيان نوعه، مثل طرقت الباب طرق الشرطي، أو لبيان عدده، مثل طرقت الباب طرقتين. والفعل المطلق يشتق من الفعل. إذن هذا هو الفعل المطلق، أي المفعول المطلق. إذن عفوا، المفعول المطلق يشتق من الفعل: طرق طرقا، طرقت الباب طرقا، طرقت الباب طرق الشرطي، طرقت الباب طرقتين. ضرب التلميذ الولد ضربا. إذن ضربا مفعول مطلق مشتق من الفعل ضربا. إذن المفعول لأجله، ما هو المفعول لأجله؟ المفعول لأجله مصدر منصوب يأتي لبيان سبب وقوع فعل سبقه، مثل
قام التلميذ احتراما للأستاذ: أذهب إلى المدرسة طلبا للعلم. إذن احتراما طلبا مفعول لأجله، وهما مصدران منصوبان، وإعرابهما نعربهما مفعول لأجله منصوب. إذن الفعل مفعول لأجله مصدر منصوب يأتي لبيان سبب الوقوع الفعل. إذن المفعول المفعول لأجله يبين سبب وقوع الفعل. قام التلميذ، ما سبب قيام التلميذ؟ هو احتراما للأستاذ. ذهبت إلى المدرسة طلبا للعلم، ما سبب ذهابك إلى المدرسة؟ طلبا للعلم. نموذج في الإعراب: أجتهد اجتهادا رغبة في النجاح. أجتهد فعل مضارع مرفوع وعلامته الضمة الظاهرة، هنا الفاعل غير موجود، إذن نقول الفاعل ضمير مستتر تقديره أنا أجتهد. اجتهادا مفعول مطلق منصوب وعلامته الفتحة الظاهرة، أجتهد اجتهادا، إذن هنا اسم منصوب مشتق من الفعل اجتهد، إذن نعربه مفعول مطلق منصوب. رغبة، ما هي الأسباب التي جعلتك تجتهد اجتهادا؟ رغبة في النجاح، إذن رغبة هنا مصدر، إذن ما هو إعرابه؟ إعرابه هو مفعول لأجله منصوب وعلامته الفتحة الظاهرة. في النجاح، في حرف جر النجاح اسم مجرور، في النجاح نعربه جار ومجرور. الدرس الآخر: المفعول معه. إذن المفعول به المفعول المطلق المفعول لأجله، الآن المفعول معه، المفعول معه كذلك هو من المفاعل، إذن فالمفعول معه كذلك اسم منصوب يأتي بعد واو، وتسمى هذه الواو واو المعية. إذن المفعول معه اسم منصوب يأتي بعد واو بمعنى مع، يسمى واو المعية، مثل وصلنا وغروب الشمس، وصلنا مع غروب الشمس، إذن هنا الواو تعني مع غروب الشمس. إذن المفعول معه اسم منصوب يأتي بعد واو المعية، وصلنا وغروب الشمس، واو المعية غروب مفعول معه، وهو مضاف الشمس مضاف إليه مجرور. دخلت ورنينا الجرس، واو المعية رنين مفعول معه، يعني مع رنين الجرس. نموذج في الإعراب: انطلق القطار وطلوع الفجر، بمعنى انطلق القطار مع طلوع الفجر، إذن واو المعية بمعنى مع. انطلق فعل ماض مبني على الفتح، القطار فاعل مرفوع وعلامته الضمة الظاهرة، وواو المعية، طلوع مفعول معه منصوب وعلامته الفتحة الظاهرة، وهو مضاف الفجر مضاف إليه مجرور وعلامته الكسرة الظاهرة. الدرس الآخر: النعت الحقيقي والنعت السببي. إذن النعت نوعان، نعت حقيقي ونعت سببي. ما هو أولا النعت؟ النعت هو اسم تابع لاسم قبله في الإعراب، وهو نوعان: نعت حقيقي، النعت الحقيقي يصف الاسم الذي قبله ويتبعه في الجنس والعدد والتعريف والتنكير والإعراب، مثل جاء التلميذ المجتهد. النعت هنا هو المجتهد، إذن التلميذ المجتهد، التلميذ معرف بأل، إذن المجتهد معرف بأل، إذن يتبعه في التعريف. التلميذ مذكر، المجتهد كذلك مذكر، إذن الجنس هنا مذكر، إذن يتبعه في التذكير في الجنس. التلميذ واحد مفرد، إذن المجتهد كذلك مفرد، إن يتبعه في العدد، إذن هنا يتبعه في الإفراد. التلميذ مرفوع، المجتهد مرفوع، إذن يتبعه في الإعراب. إذن جاء فعل ماض مبني على الفتح، التلميذ فاعل مرفوع، المجتهد نعت مرفوع. النوع الثاني نعت سببي، والنعت السببي يأتي بين اسمين بينهما علاقة، فيصف الثاني ويتبعه في الجنس كذلك والعدد
ويتبع الأول في الإعرابي والتعريفي والتنكيري، مثل جاء التلميذ المجتهد، جاء التلميذ المجتهدة أخته. إذن هنا جاء فعل ماض مبني على الفتح، التلميذ فاعل مرفوع، المجتهد نعت مرفوع، أخته المجتهدة أخته. إذن هذا نعت سببي. يأتي بين اسمين، جاء بين اسم التلميذ وبين اسم أخته، ونلاحظ أن أخته يتصل بها ضمير متصل يعود على التلميذ، الضمير المتصل يعود على التلميذ. نموذج في الإعراب: زار التلاميذ مدينة جميلة مآثرها. زار فعل ماض مبني على الفتح، التلاميذ فاعل مرفوع وعلامته الضمة الظاهرة، مدينة مفعول به منصوب وعلامته الفتحة الظاهرة، جميلة نعت سببي تابع لمنعوته في النصب وعلامته الفتحة الظاهرة، مآثرها فاعل مرفوع. إذن هنا كذلك مآثرها جاءت متصلة بضمير متصلها تعود على مدينة. زار التلاميذ مدينة جميلة مآثرها، يعني جميلة مآثر هذه المدينة. إذن مآثر فاعل مرفوع وعلامته الضم الظاهرة، وهو مضاف، وها ضمير متصل في محل جر مضاف إليه. الدرس الآخر: البدل وأنواعه. ما هو البدل؟ البدل اسم تابع للمبدل منه في الإعراب، وهو ثلاثة أنواع. النوع الأول البدل المطابق، مثل جاء التلميذ خالد. فهمت الدرس درس التراكيب، إذن هذا بدل مطابق. جاء فعل ماض مبني على الفتح، تلميذ فاعل، خالد بدل مطابق مرفوع، إذن يتبعه في الإعراب مرفوع. مرفوع التلميذ مرفوع، خالد مرفوع. فهمت الدرس درس التراكيب. فهم فعل ماض مبني على السكون وتضمير متصل فاعل مبني على الضم في محل رفع فاعل، الدرس مفعول به منصوب، درس بدل كذلك منصوب لأن البدل يتبع المبدل منه في الإعراب، وهو مضاف، التراكيب مضاف إليه مجرور. النوع الثاني بدل الجزء من الكل، مثل مرت العطلة نصفها. مرت العطلة نصفها، إذن هنا نصف بدل الجزء من الكل. مرت يد فعل، العطلة فاعل، نصفها بدل الجزء من الكل، وها ضمير متصل يعود على العطلة. النوع الثالث بدل اشتمال، مثل أحب القرية هواءها، يعني أحب القرية هواءها، هواء القرية، القرية تشتمل على الهواء، إذن بدل اشتمال. أحب القرية، أحب فعل مضارع مرفوع، القرية والفاعل ضمير مستتير، القرية تنفعل به منصوب، هواء بدل منصوب وهو مضاف، ها ضمير متصل يعود على القرية في محل جر مضاف إليه مجرور. نموذج في الإعراب: أصلح الميكانيك يسعيد السيارة محركها. أصلح فعل ماض مبني على الفتح، الميكانيك يفاعل مرفوع وعلامته الضمة الظاهرة، سعيد بدل مطابق تابع للمبدل منه في الرفع وعلامته الضمة الظاهرة، السيارة مفعول به منصوب وعلامته الفتحة الظاهرة، محركها بدل اشتمال تابع للمبدل منه في النصب وعلامته الفتحة، وهو مضاف، وها ضمير متصل مضاف إليه. إذن هذه الجملة تحتوي على بدل مطابق سعيد وعلى بدل اشتمال محركها. بدل جزء من الكل وبدل اشتمال يكونان متصلان بضمير متصل،
أما البدل المطابق فلا يكون متصل بضمير متصل، مثل أصلح الميكانيكي سعيد. فهمت الدرس درس التراكيب. جاء التلميذ خالد. ننتقل إلى درس آخر، التوكيد. ما هو التوكيد؟ التوكيد اسم يتبع مؤكده في إعرابه. إذن التوكيد كذلك مثل البدل يتبع مؤكده في إعرابه، وهو نوعان. التوكيد نوعان، توكيد لفظي وتوكيد معنوي. التوكيد اللفظي مثل رأيت القمر القمر، جاء الأستاذ الأستاذ. إذن هذا توكيد لفظي. كيف نعرفه؟ نعرفه بتكرار الكلمة، تكرار الكلمة أو تكرار الاسم. رأيت القمر القمر، جاء الأستاذ الأستاذ، توكيد لفظي. إذن رأيتم، رأي فعل ماض مبني على السكون وتو ضمير متصل فاعل، القمر مفعول به منصوب، القمر الثانية توكيد لفظي منصوب. جاء فعل ماض مبني على الفتح، الأستاذ فاعل مرفوع، الأستاذ الثانية توكيد لفظي مرفوع. النوع الثاني توكيد معنوي، ويكون بأحد الألفاظ التالية مضافة إلى ضمير يعود على المؤكد. هذه الألفاظ وهي كل، نفس، عين، ذات، عامة، جميع، مثل رأيت القمر، وهذه الألفاظ تكون مضافة إلى ضمير متصل، مثل رأيت القمر ذاته. جاء الطبيب عينه. فهمت الدرسين كليهما. إذا التوكيد المعنوي في الجملة الأولى ذات والضمير هو هو، في الجملة الثانية عين والضمير هو هو، في الجملة الثالثة كلي والضمير هو هما. نموذج في الإعراب. حضر التلاميذ جميعهم. التلاميذ جميع، لأن قلنا التوكيد يتبع المؤكد منه في إعرابه، يتبع مؤكده في إعرابه. حضر فعل ماض مبني على الفتح، التلاميذ فاعل مرفوع وعلامته الضمة الظاهرة. جميعهم، جميع توكيد معنوي تابع لمؤكده في الرفع وعلامته الضمة الظاهرة، وهو مضاف، هم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. الدرس الآخر، الحال. ما هو الحال؟ الحال اسم منصوب أو جملة. إذن يأتي الحال إما اسم مفرد أو يأتي جملة في محل نصب. إذن الحال اسم منصوب أو جملة في محل نصب، يأتي لبيان هيئة اسم معرف قبله، يسمى صاحب الحال. والحال نوعان، حال مفرد مثل دخل التلميذ مبتسما، كيف، نطرح السؤال دائما في الحال بكيف، كيف دخل التلميذ، دخل التلميذ مبتسما. إذن هنا الحال يأتي لبيان هيئة الاسم الذي قبله، الاسم الذي قبله هو التلميذ. إذن هنا الحال يبين لنا هيئة التلميذ، يعني ما هي الهيئة التي دخل عليها التلميذ، دخل مبتسما. ونطرح السؤال دائما للحال بكيف، كيف دخل التلميذ، دخل التلميذ مبتسما. دخل فعل ماض مبني على الفتح، التلميذ فاعل مرفوع، مبتسما حال منصوب. النوع الثاني من الحال وهو الحال الجملة، مثل دخل التلميذ يبتسم، كيف دخل التلميذ، دخل التلميذ يبتسم. هنا أين هو الحال؟ الحال هو يبتسم. يبتسم هل هو اسم؟ لا، ليس باسم. إذن يبتسم فعل. إذن هنا الحال لا نقول الحال مفرد، الحال المفرد يكون اسم. إذن هنا الحال أتى جملة فعلية. دخل فعل ماض مبني على الفتح، التلميذ فاعل مرفوع، يبتسم فعل مضارع مرفوع، والفاعل ضمير مستتير تقديره هو، هو يبتسم، والجملة الفعلية حال. الجملة الثانية، دخل التلميذ وهو مبتسم،
كيف دخل التلميذ؟ هل هي التي دخل عليه التلميذ؟ وهو مبتسم. إذن وهو هل هو فعل؟ لا، ليس بفعل. إذن هنا عندنا الحال أتى جملة وهو مبتسم. هذه هل هو مفرد؟ كلمة واحدة، ليس كلمة واحدة. إذن هنا جملة. إذن نقول الحال جملة اسمية. الحال جملة اسمية. إذن يأتي الحال إما مفرد أو جملة. الجملة نوعان، جملة فعلية يكون الحال فعل، والنوع الثاني جملة اسمية يكون الحال جملة اسمية. نموذج في الإعراب. إذن في الجملة الأولى قلنا دخل التلميذ مبتسما. مبتسما أعربناها حال منصوب وعلامته الفتحة الظاهرة. الجملة الثانية قلنا دخل التلميذ يبتسم. دخل فعل مبني على الفتح، التلميذ فاعل مرفوع، يبتسم فعل مضارع مرفوع وعلامته الضمة الظاهرة، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والجملة الفعلية في محل نصب حال. الجملة الثالثة دخل التلميذ وهو مبتسم. دخل فعل ماض مبني على الفتح، التلميذ فاعل مرفوع، وواو الحال تعرب واو الحال، شفنا رأينا في المفعول معه واو المعية بمعنى مع، هنا واو الحال. هو ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. مبتسم خبر مرفوع وعلامته الضمة الظاهرة، والجملة الإسمية في محل نصب حال. إذن الدرس الآخر يتعلق بالمنادى. ما هو المنادى؟ المنادى اسم مسبوق بإحدى أدوات النداء التالية: يا، أيا، هيا، أي، آ، آ. ينصب المنادى إذا كان مضافا مثل يا حارس الغابة. يا أداة نداء، حارس منادى منصوب وهو مضاف، الغابة مضاف إليه مجرور. إذن هنا المنادى أتى مضافا، إذن ينصب إذا كان شبيها بالمضاف مثل يا حافظا قرآنا. إذن المنادى منصوب شبيه بالمضاف، وإذا كان نكرة غير مقصودة مثل يا مسافرا. إذن ينصب المنادى في ثلاث حالات: إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف أو نكرة غير مقصودة. ويبنى المنادى على ما يرفع به من ضمة أو ألف أو واو في محل نصب إذا كان إما علما مفردا مثل أيا خالد. إذن هنا المنادى مبني على الضم في محل نصب، أو نكرة مقصودة مثل يا رجل. إذن هنا كذلك المنادى مبني على الضم في محل نصب. إذن ينصب المنادى في ثلاث حالات: إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف أو نكرة غير مقصودة. ويبنى المنادى على ما يرفع به من ضمة أو ألف أو واو في حالتين: إذا كان علما مفردا أو نكرة مقصودة. نموذج في الإعراب: يا حافظا قرآنا. يا أداة نداء، حافظا منادى منصوب وعلامته الفتحة الظاهرة، قرآنا مفعولا به منصوب وعلامته الفتحة الظاهرة. أيا خالد، أيا أداة نداء، خالد منادى مبني على الضم في محل نصب. يا تلميذان، يا أداة نداء، تلميذان منادى مبني على الألف في محل نصب لأنه مثنى. الدرس الآخر: التمييز. ما هو التمييز؟ التمييز اسم يزيل الإبهام والغموض عن اسم قبله يسمى المميز أو جملة قبله، وهو نوعان: تمييز الملفوظ والتمييز الملحوظ. إذن أولا، ما هو التمييز الملفوظ؟ التمييز الملفوظ هو ما كان مميزه اسم عدد مثل عندي 50 درهما.
إذن المميز هنا هو 50 عدد، والتمييز درهما تمييز منصوب. أو اسم كيل مثل باع الفلاح قنطارا قمحا، التمييز قمحا، المميز هو قنطارا، إذن هنا قنطارا نعبر بها عن الكيل المكيال. أو اسم مساحة مثل اشتريت هكتارا أرضا، التمييز أرضا، هكتارا اسم مساحة. أو اسم قياس آخر مثل اشتريت لترا حليبا وكيلوغراما برتقالا، إذن اشتريت لترا حليبا، التمييز هنا هو حليبا، لترا قياس من قياسات السعة، وكيلوغراما برتقالا، برتقالا تمييز منصوب، كيلوغراما من قياسات الأوزان. إذن هذا هو التمييز الملفوظ، هو ما كان مميزه اسم عدد أو اسم كيل أو اسم مساحة أو اسم قياس آخر كأسماء كقياسات السعة وقياسات الأوزان. النوع الثاني وهو التمييز الملحوظ، وهو ما كان الإبهام فيه ملحوظا من خلال الجملة، يفهم من خلال الجملة مثل أنا أكبر منك سنا، إذن هنا التمييز هو سنا، نميز هنا بين نميز السن، أنا أكبر منك سنا، يعني أميز سني عن سنك أنت وأقول أنا أكبر منك سنا، إذن هذا تمييز ملحوظ منصوب. ازداد الجو حرارة، ازداد الجو حرارة، تمييز ملحوظ منصوب. نموذج في الإعراب، درهما، عندي 50 درهما، درهما تمييز ملفوظ منصوب وعلامته الفتحة الظاهرة. حرارة، ازداد الجو حرارة، ازداد فعل مبني على الفتح، الجو فاعل مرفوع، حرارة تمييز ملحوظ منصوب وعلامته الفتحة الظاهرة. تمييز العدد، إذا لاحظنا التمييز نوعان، تمييز ملفوظ وتمييز ملحوظ، ومن بين هذه التمييزات نتعرف الآن عن تمييز العدد. تمييز العدد هو ما كان مميزه عددا، ويكون جمعا مجرورا مع الأعداد من الثلاثة إلى العشرة مثل عندي 5 أقلام و9 مسطرات، إذن هنا التمييز جمع مجرور، أقلام مسطرات في الأعداد من 3 إلى 10. أو يكون هنا أتى مجرور أقلام مسطرات، أو يكون مفردا منصوبا مع الأعداد من 11 إلى 99، إذن تمييز العدد مع الأعداد من 11 إلى 99 يكون مفردا منصوبا مثل اشتريت 11 غلافا، غلافا تمييز منصوب، و25 دفترا، دفترا تمييز منصوب. نموذج في الإعراب، أقلام، عندي 5 أقلام، تمييز مضاف إليه مجرور وعلامته الكسرة الظاهرة. غلافا تمييز منصوب وعلامته الفتحة الظاهرة. المستثنى بإلا، عناصر الاستثناء 3 وهي المستثنى منه، أداة الاستثناء، والمستثنى. يعرب الاسم بعد إلا مستثنى منصوب إذا كان الكلام مثبتا، يعني الكلام مذكور، الكلام مثبتا يعني غير منفي، والمستثنى منه مذكور. إذن إذا كان الكلام مثبت غير منفي والمستثنى منه مذكور، فإن الاسم بعد إلا يعرب مستثنى منصوب مثل حضر التلاميذ إلا خالدا، حضر فعل مبني على الفتح، تلاميذ فاعل مرفوع، إلا أداة استثناء، خالدا مستثنى منصوب. إذن هنا الكلام مثبت غير منفي، المستثنى منه مذكور، التلاميذ. ويعرب مستثنى منصوبا أو بدلا إذا كان الكلام منفيا والمستثنى منه مذكورا مثل ما تغيب من التلاميذ إلا خالدا،
أو نقول ما تغيب من التلاميذ إلا خالد. كلا الجملتين صحيحتين. إذن هنا الكلام منفي لأنه يبتدئ بأداة نفي ما، والمستثنى منه مذكور التلاميذ، المستثنى منه هو التلاميذ. إذن نقول خالدا، إذا قلنا خالدا إعرابه نعربه مستثنى منصوب، وإذا قلنا إلا خالد هنا نعربه بدل مجرور، ويعرب حسب موقعه من الجملة إذا كان الكلام منفيا والمستثنى منه غير مذكور. إذن إذا كان الكلام منفي والمستثنى منه محذوف غير موجود يعرب حسب موقعه في الجملة كما لو أن إلا غير موجودة، مثل ما تغيب إلا خالد. إذن هنا الكلام منفي يبتدئ بأداة نفي ما، المستثنى منه غير موجود غير مذكور. إذن خالد ماذا نعربها؟ فكأننا نحذف إلا فنقول ما تغيب خالد. تغيب خالد، تغيب فعل ماض مبني على الفتح، خالد فاعل، إذن نعربها فاعل. إذن المستثنى يعرب منصوبا إذا كان الكلام مثبتا والمستثنى منه مذكورا، يعرب مستثنى منصوب إذا كان الكلام مثبتا والمستثنى منه مذكورا، ويعرب مستثنى منصوبا أو بدلا إذا كان الكلام منفي والمستثنى منه مذكور، ويعرب حسب موقعه في الجملة إذا كان الكلام منفي والمستثنى منه غير مذكور محذوف. نموذج في الإعراب: ما تغيب من التلاميذ إلا خالدا. ما حرف نفي، تغيب فعل ماض مبني على الفتح، الفاعل غير موجود، إذن نقول والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. من حرف جر، التلاميذ اسم مجرور وعلامته الكسرة الظاهرة، إلا أداة استثناء، خالدا مستثنى منصوب وعلامته الفتحة الظاهرة. إذن إذا قلنا خالدا نعربه مستثنى منصوب وعلامته الفتحة الظاهرة، وإذا قلنا ما تغيب من التلاميذ إلا خالد، خالد تعرب بدل تابع للبدل منه التلاميذ في الجر وعلامته الكسرة الظاهرة. إذن هنا الكلام منفي، المستثنى منه مذكور، إذن نعرب خالدا إما مستثنى منه منصوب أو نقول خالد فنعربه بدل تابع للمبدل منه في الجر وعلامته الكسرة الظاهرة. الدرس الأخير وهو المستثنى بغير وسوى. غير وسوى هي كذلك من أدوات الاستثناء، وهما تضافان إلى المستثنى وتأخذان إعرابه. غير يعرب بالحركات الظاهرة الضمة والفتحة والكسرة، وسوى يعرب بالحركات المقدرة على آخره، لأن سوى تنتهي بحرف علة ألف مقصورة. نموذج في الإعراب: حضر التلاميذ سوى واحد. هنا حضر التلاميذ سوى واحد، الكلام إذن الكلام غير منفي، الكلام مثبت، المستثنى منه مذكور التلاميذ. إذن الإعراب على الشكل التالي: حضر فعل ماض مبني على الفتح، التلاميذ فاعل مرفوع وعلامته الضمة الظاهرة، سوى مستثنى منصوب، إذن هنا الكلام مثبت والمستثنى منه مذكور، إذن سوى تأخذ إعراب المستثنى فنعربها مستثنى منصوب وعلامته الفتحة الظاهرة، وهو مضاف واحد مضاف إليه مجرور وعلامته الكسر الظاهرة. الجملة الثانية: لم يتغيب غير خالد. إذن هنا لم يتغيب غير خالد، الكلام غير مثبت، يبتدئ بأداة نفي لم، إذن الكلام منفي. هل المستثنى منه مذكور؟ المستثنى منه غير مذكور، لم يتغيب ممن لم يتغيب، إذن المستثنى منه هنا غير مذكور محذوف. إذن الكلام منفي والمستثنى منه مذكور، إذن غير سوف تعرب حسب موقعها في الجملة. نقول يتغيب غير خالد، إذن لم حرف نفي وجزم، يتغيب فعل مضارع مجزوم بلم وعلامته السكون الظاهرة،
غير فاعل مرفوع يعرب حسب موقعه في الجملة. فعل فاعل، فاعل مرفوع وعلامته الضم الظاهرة، وهو مضاف خالد مضاف إليه مجرور وعلامته الكسرة الظاهرة. الفرق بين إعراب إلا وغير، لو قلنا إلا فسوف يكون خالدا، فسوف يكون سوف نقول لم يتغيب إلا خالد، لم يتغيب إلا خالد، هنا سوف يكون خالد فاعل مرفوع، فاعل مرفوع، لأن إذا حذفنا إلا نقول يتغيب، إذا حذفنا لم وحذفنا إلا نقول يتغيب خالد، يتغيب فعل مضارع مرفوع، خالد فاعل مرفوع، لم يتغيب إلا خالد، لم أداة نفي، يتغيب فعل مضارع مجزوم بلم، إلا أداة استثناء، خالد فاعل مرفوع، فاعل للفعل يتغيب. وغير، وإذا قلنا لم يتغيب غير خالد، إذن هنا غير تأخذ إعراب المستثنى فتصبح هي الفاعل، إذن نعربها فاعل مرفوع، والاسم اسم بعد اسم يكون مجرور، وهو مضاف خالد مضاف إليه مجرور وعلامته الكسرة الظاهرة. إلى هنا ينتهي درسنا، شكرا على حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى اللايك والاشتراك في القناة.